دكتور نصير، لماذا لا تحترمون قرار البرلمان العراقي بإخراج قوات التحالف الدولي من ضمنها القوات الأمريكية؟ ولماذا لا تحترمون اتفاقية الإطار الاستراتيجي ودائما ما يصير عملية خرق ولهذه الاتفاقية وتستهدفون يعني من تريدون من دون إبلاغ العراق أساسا؟ ما هو ردكم على ذلك؟ أن البرلمان العراقي الذي صوت بخروج القوات الأمريكية هذا من أذناب إيران هؤلاء، وفي الحقيقة لا هذا يعني كلام معيب، هذا كلام مو صحيح أستاذ. هذا غير الكلام تحكي أنت. أنت لازم تحترم الإرادة الديمقراطية، يجب أن تحترم الديمقراطية بالعراق أو في أمريكا. هذا كلام معيب. اتكلم اسمع، وصل معلومتك، وصل معلومتك بكل أدب وكل احترام. يعني لا تعتد أنت على برلمان عراقي وعلى سيادة عراقية تتكلم بهاي الطريقة. عفوا أستاذ سعد، هذا مجلس نواب منتخب شرعي من العراق. جميل فيه الشيعة والسنة والكرد. جميل أستاذ، رح أرجع لك أنا حقيقة حتى ترد على هذا الموضوع، بس خلنا نطي الدكتور. الدكتور يحترم الحوار، ما يخالف، راح نناقشه احنا بكل احترام بهذا الموضوع. هذه وجهه نظره وخلينا نشوفها ونرد عليها ايضا. يعني تفضل يا استاذ نصير العمري، يعني مثل ما انت سمعت يقول لك يا ابا هاي قوى وطنيه منتخبه بالاغلبيه بالبرلمان، انتوا ليش تنظرون على الامور هذول شيعة وهذول سنه وهذول؟ هاي بالاغلبيه صوتوا وانتهى الموضوع، ليش ما تتبعون هذه الامور؟ يعني هذه الفروقات بيناتكم، انتوا ديمقراطيين وجمهوريين تقلبون الدنيا، لكن بالعراق لا، هذول أذناب إيران، وبالأخير أنتوا وطنيين وإحنا مو وطنيين. يعني ألا تعتقد أن هذا معيب؟ يعني ضيفكم يجب أن يدرك بأنني أنا في الولايات المتحدة ولست في العراق. أنا أتكلم هنا بحرية، مش مشكلة، احترمني مثل ما احترمك، احترمني. انت تتكلم بحرية، بس لا اساس. عفوا استاذ سعدون، بس خلنا نعطي مجال، احنا نريد نوصل معلومه. عفوا يعني عفوا، بس نحاول نوصل فكره. استاذ سعدون لك كل المجال بعد ذلك، بس خلينا نسمع فكرته حتى نوصل معلومه ويفهم المشاهد. تفضل. شوف كلامه ايش قد مخجل. تمام لك الحق بالرد. عفوا استاذ سعدون، انا اختلفت وياه. اسمعني انا اختلفت وياه فكريا، يقول لي انت ذنب. هو هذا منطق؟ والله عفوا هذا منطق عفوا استاذ سعدون، عفوا دكتور نصير، عفوا احنا بس نريد نحكي بمنطق. مو امريكي، جريمه تكون امريكي. انت من اذناب ايران، انت نفسك من اذناب ايران. عفوا دكتور نصير، انت فد واحد متخلف. لا عفوا لو سمحت. انا مو امريكي، انت تخليت عن جنسيتك وضحت هناك. لا تتكلم على استاذ سعدون. عفوا دكتور نصير، استاذ سعدون عفوا دكتور نصير، ارجو الالتزام بالاحترام بالبرنامج ارجوك. يعني احنا ما يصير نلقي الاتهامات هنا وهناك، هذه اراء وعندنا اراء مختلفه في العراق وما بها شيء نختلف، بس ارجو الالتزام بمبادئ الحوار الله يحفظك، لانه هذه اخلاقيات وما يصير نعكس شيء خاطئ في هذا الموضوع. عفوا استاذ سعدون، دكتور نصير تفضل، بس ارجو عدم التطاول في هذه الامور. نريد احنا نطرح فكره، اطرح فكرتك مثل ما تريد، تفضل. جيد. العراق بلد تهيمن عليه ايران، رغم ما تفضل به ضيفكم، وانا ساحترمه، يعني رغم انه وجه لي كلام نابي ولكن ساحترمه. العراق بلد يعاني، العراق مثل لبنان، ضحكوا على اللبنانيين عقود طويله وهم يقولون لهم بان هناك دوله لبنانيه، وتبين في اخر المطاف بانه لا يوجد دوله لبنانيه، يوجد حرس ثوري ايراني يتحكم بالبلد. والسيد الكاظمي رجل محترم، وأنا أقول لك بأنه رجل محترم، والحكومة العراقية الحالية يعني تقوم بقرارات جيدة، ولكن يجب أن لا يعني يحاول الضيف أن يخلق الضبابية ويظهر بأنه أمريكا، يعني بأنه هذه الحكومة هي حكومة مستقلة وأنها ستفاوض الأمريكي. هناك مشكلة في العراق والكل يعلم هذه المشكلة. المشكلة في العراق نظام انتخابي فصله أتباع إيران، وهم يأتون إلى هذا البرلمان ويصوتون ويقولون نريد أمريكا أن تخرج، ولكن الغريب أنهم لا يقولون بأننا نريد إيران أن تخرج، إيران التي دمرت الاقتصاد العراقي، إيران التي تخترق السوق العراقي وتبيع منتجاتها في العراق على حساب الصناعات الوطنية، إيران التي حولت العراق إلى ممر للإرهاب والميليشيات، إيران هذه التي حسب تسريبات الاستخبارات الإيرانية تتحكم بالحكومات العراقية. فنعم هناك مشكلة.